عسلامة كملنا دوك مع البارتي كورتا باش نبدو لي زيكزارسيس في الشابيتر اكتيفيتي نوميريك دو رينا لي هو الكل دي فورمول دو كالكول فما لي ريكل دو كومباريزون فما لي بويسونس فما راسين كاري فما دونك ريناهم الكلهم مع بعضهم الكل كان تحسبوهم فما فانت نوف فورمول ريت النومبر يظهر لك كبير لكن ما همش صعاب معناها نطبقوهم بالباهي لي فورمول هاذوكم اون فوا طبقتهم بالكدا وفهمتهم باش يولي الخدمة تولي الخدمة بهم ماشينال هذاكا لوبجيكتيف نتاعنا في الشابيتر هذا انك انت une fois pour toutes à la calculatrice. Donc, nous allons dans l'exercice 1, écrire plus simplement les réels. Attention, les a, b, c et d. Nous allons réel a. Donc, a égal. anna notre réel a. a égal 3 plus 2 sur 5 moins 4 سور 3 اي كالكول باش نعملو راني اون فا سو ريفيري لي بروبريتي و لي فورمول لي خدمناهم في البارتي كور دونك لهنا قال لي اكري بلو سامبلومون اوتوماتيكمون باش نخمم في توحيد المقامات دونك باش نخليها 3 بور لو مومون هكاكا بلوس رينا A سور B موان C سور D هي هذا في هذا الا هذا في هذا على هذا في هذا طبقها دونك هنا نجيني بلوس 2 فوا 3 اللي هي

عندي الحق نعملها هذه هكا تنحط لكم بلون مغاير باش تفهموا شنو الحاجه اللي عملتها لهنا اني جيت لل3 هذا كتبته سور 1 وباش نعاود نطبق عليه توحيد المقامات كيفاش نطبق نعمل 3 فوا 15 3 فوا 15 موان 14 فوا 1 14 فوا 1 سور 15 فوا 1 اللي هي 15 ونحسب 3 فوا 15 هي 45 45 موان 14 سور 15 Egal. 45 moins 14, j'aurai égal 31 sur 15. Et voilà donc l'A. L'A, on a trouvé, égal 31. Écrire plus simplement, donc 31 sur 15. L'A, ça y est, on a le B. C'est l'A. J'ai le B. Le B est égal 1 sur 2 moins 3 سور 4 1 كيف كيف توحيد مقامات لهنا عندي شواء اما بطبيعة باش نحسب بعد هذه بعد هذا كما تنجم راه توحد المقامات اون فوا بور توت دونك هنا كن واحد هذة هذة. هذة هذة. هذة هذة كي نوحد المقامات نجم نعمل هذا في هذا الا هذا في هذا على هذا في هذا كما استنسنا فما فازا زدت تعاوني بالكدا وقت اللي يبدا الدينوميناتور منهم ملتيبل دو لاتر كما هنا الكات هي ملتيبل دو دو تولي مش لازم نعمل هذا في هذا يولي الدينوميناتور كومان هو الكات خاطر الكات سيتا ملتيبل دو دو نولي وقتها شنعمل اون فا لهنا او او يومبا بار دو شنو تجينا دونك تجيني دو سور كات كتعمل دو فوا ان هي دو و دو فوا دو كات موان تروا سور كات هادي نخليها والان الان شنكتبو جو ملتيبلي او و الان معناها عبارة عندي سور ان هنا راهو دونك تجيني كات سور كات دايور الكات سور كات هو ان ريتوه الدينوميناتور كما لهنا دونك تولي لي لهنا تو سامبلومون هي دو موان تروا بلوس كات لو تو هنا سهلت على روحي سينو اذا تكتب تخدم بالفورمول ا فوا بي سي فوا دي سور بي فوا كيف كيف باش تلقى نفس النتيجة، دونك هنا 2 موان 3 هي moins 1 moins 1 4 هو 3 ايغال دونك انا سامبليفي البي لقيناه ايغال 3 سور 4 دونك هنا ديما مع لي نشوفوا السي كيف كيف هنا عندي الديناميناتور فما فما 3 فما 4 وفما 2 فما عندك حاجتين يا توحد المقامات هذوما وحدهم وبعد تعمل معاهم الدو يا تشوف شنو المقام المشترك اقرب مقام مشترك بيناتهم بلو بتي كوما ملتيبل فوالا بي بي سي ام هو 12 سينا خلينا نطبقوا القواعد اللي عندنا في الكور نبدا نوحد المقامات لهذو مزوز كيفاش 1 فوا 4 اللي هي 4 3 فوا 3 اللي هي 9 سور 3 فوا 4 اللي هي 12 1 سور 2 4 9 هي 13 13 سور 12 هكا 1 سور 2 توا باش نزيد لواحد المقامات لهذوما زوج هنا نجم هذا في هذا الا هذا في هذا على هذا في هذا والا الاحسن هنا جو دو. أن ماركي أن 12 تا مالتيبلي دو 2 لذلك نخلي 12 ما نمسوش 13 على 12 موان نولي هذه جدول لا مالتيبلي اون او اي اون با باركو باش نلقى 12 3 بيا فوالا 6 اش توالي لي هذه فش توالي 13 على 12 موان 6 على 12 اللي هي 7 sur 12. Et donc le C égale 7 sur 12. On a donc, plus simplement, on a écrit donc le C. Nous avons maintenant le D, et D est un numérateur ou un dénominateur. Donc, il avons un ma et bien, on un peu de ma cam, On nous un peu de un peu de نجم نعمل كيما مع, كيما عملت لهنا كيما نجم نلاحظ انه المقام المشترك لهنا هو 15 دونك قلنا لهنا المقام المشترك هو 15 علاش 15 خاطر عندي اه كنام 3 في 3 وهذا في هذا وبعد 3 في 5 هو 15 دونك انا عارفه اللي هو 15 اسمو مولا هذه خليني نربح من توا حتى هي هي ما يوم برسيب سور 1 تولي لي 2 في 15 2 في 15 سور 15 انا كنت اختزل 15 تبقى لك 2 Moins, tu vas la multiplier en haut en bas par 5. Tu as les 1 fois 5, il y a 5, ou 3 fois 5, il y a 15. Ou, tu vas la multiplier en haut en bas, 15 par 3. 3 fois 5, il y a 15. Donc, plus 3 fois 3 sur 15. On va faire la même chose sur le dénominateur. L'1, je ne 15 sur 15. Plus, je multiplie en haut et en bas par 3, puis tu 15, donc 9 sur 15. moins هذه زادة en haut et en bas par 5 نلقى 10 sur 15 égal دونك هنا ما مشيتش بالهذا توحيد المقامات هذا في هذا الا هذا في هذا هذا في هذا الا هذا في هذا دونك لاحظت انه الديناميناتور كما هو ال 15 واستغليت الحكايه هذيك باش نسهل على روحي الكالكول دونك ايغال نشوفو ايغال كوا شنو نجمو نكتبوه هذا 2 x 15 هي 30 سور 15 أكمل بشي بشوي بشمالات في الك calculations -5/15 وبعد عندي +3x3 مانها +9/15. في مذاتر عندي 15 +9 -10. donc làhنا j'aurai résultat هي 14/15. أكنا عوداره 15, 15 +9 هي 24، 24 -10 هي 14. نعمل نفس الشيء في النوميراتر. donc égal làhنا عندي 30 moins 5 اللي تمو عندك دينوميناتور كما دونك تجمع هذوما 30 5 هي 25 25 كي نزيدها 9 جوري 34 سور 15 الكل ها سور 14 سور 15 توا باش نطبق A سور B سور C سور D ريتو الشابيتر هذا لي فورمول اللي قريناهم الكل باش نطبقوهم في لي زيكزارسيس دونك انتي ما تكمل تعاود الكور ما تكمل تخدم بالسيري ديكزرسيس اون برانسيب سي تكون سيطرت عليهم الكل في البيهي دونك فوا هنا نضرب في المقلوب دونك 15 سور 4. أه 14 خاطر القاعده اش تقول لي ا سور بي سور سي سور دي هي ا سور بي فوا دي سور سي ايغال دونك احنا هنا عندنا 34 اذا وعندنا قاعده اخرى ا سور بي فوا سي سور دي هي ا هذا في هذا على هذا في هذا عاوش نكتبها 34 Pardon. Donc, égal, 15 sur, euh, fois, euh, sur 15 fois 14. Vous pouvez remarquer qu'on y 15 hana, Je peux le simplifier. On les 34 sur 14. Je simplification. deux Je peux simplifier par deux. Si je divise 34 par 2, je 17. 17 fois 2, c'est 34 ou le 14 sur 2, il y a 7. Donc, le, Guinée, le D, on a simplifié, égale 17 sur 7. Et voilà, donc, on a terminé avec cet exercice. Aslema, exercice 2, calculer. On a l'A égale. Donc, A égale, on va calculer, A égale 21 sur 8 fois 2 sur 7. فوا 4 على 3 وقت اللي يقول لي كالكولي اوتوماتيكومون عندي هاك لي فورمولا نتاعي انا باش نطبقها في البرودوي ما فهمش توحيد مقامات في البرودوي شنو نعملو هذا في هذا في هذا على هذا في هذا في هذا دونك باش تجي عندنا لهنا 21 فوا 2 فوا 4 sur في الدينوميناتور عندي 8 فوا 7 فوا 3 إيجال. نبدا نحسب بون لهنا باش تحسب كيما تحب تنجم تحسب هيدا الكل ومره واحده هيدا كل هنا انا شو نحسب عندي 21 و دو ويت. و لو عندي 8 و 7 في 3 هي 21 فهمتوني على شو عمال تعب بشنق على اختزل، donc je peux simplifier le 21 mal 21, 8 mal 8, il y a 1. طري مش 0 خاطر انتي كت اختزل نفس العدد a sur a هو 1 donc le a làhنا on a trouvé égal à 1 انا كالكولي شنو البروبريتي اللي استعملتها لهنا استعملنا كونو ا سور بي فوا سي سور هي ا فوا بي سور سي فوا دي كي تزيد تضربها في عدد داخل تبقى ديما نفس الحكايه نجي نشوف البي مانتنو البي هي موانز 1 سور 5 فوا 10 سور 11 فوا موان 1 سور 6 هنا أول حاجه عندي دي سيني وعندي قاعده في سيني موا، إيش تقول القاعده هذه في البرودوية كي تبدا عندك برودوي باش تعرف في اللخر بالكل هل العدد هذا سالب ولا موجب، تحسب قداش عندك من سيني موا، كان العدد متاح مع عدد زوجي، زوجي معناها بير يعني دو، كات، سيس، تنحي سيني موا يولي لك العدد موجب، كانو عدد فردي. تنحيه ماك لي موان تخلي موان واحدة راهو سالب هنا عندي الموا مرتين دونك العدد موجب دي. يعني نا سينما باش نحيه نرتاح منه ونطبق القاعده ا سور بي فوا سي سور دي هي ا فوا سي سور بي فوا دي ونكمل لها فوا العدد هذا دونك باش تجيني 1 فوا 10 فوا 11 وفي الديناميناتور باش تجينا 5 فوا 11 فوا 6 5 فوا 11 6. فما انس خليني نحي نرتاح منه اش تبقى هنا 10 10 sur 5 x 6 هي 30. هنا مدى مو عدد عشره وهنا مدفزي 10 donc je simplifie le 10 تبقى لي 1 sur 3 et voilà donc la valeur de ب هي اخذروها البش كانت شنو ولت توا بالسمبليفيكاسيون باستعمال الكالكول اللي نعرفوه كانت هذا كله ولت في الاخر ايجال ان سور 3 باستعمال قواعد الكالكول اللي قريناهم نجي للسي مانتو كيف كيف ديما كالكولي نشوفو السي متاعنا كومون فالا كالكولي لهنا تنجم تنشر وتكمل تحسب كيما تنجم تحسب اللي بين قوسين وبعد تكمل لهنا باش نحسب اللي بين قوسين باش نطبق توحيد المقامات دونك ايجال 7 سور 4 فوا الان هذا ما نتفهمنا فيه هو ان سور ان كيما زادت نجم تكتبو 6 sur 6. 6 sur 6 هو 1, 7 شور سات 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 هو واحد سبعة على سبعة ديما الواحد اكتبو أ أ حسب الأ اللي عندك لهنا عندك ثلاثة اكتب ثلاثة على ثلاثة عندك أربعة اكتب أربعة على أربعة خاطر أربعة على أربعة واحد ثلاثة على ثلاثة واحد سبعة على سبعة واحد ربحت أنو عندك نفس المقام موان دو سات سهل على روحك الكالكول موان مو قلنا موا مارتين ورا بعضو دو. دونك تولي لي بلس 1 3 ايغال دونك لهنا عندي 7 4 فوا اش يولي لي نومبر هذا مو عندي سي دينوميناتور مشترك هو سبعة. 7 6 موان 2 هي 5 بلس 1 سور 3 ربحت شي سيت هنا موجودة الفوق ولوت عندي الحق نختزلها وكا باش نزيد نمشي لتاب A sur B fois C sur D هيدا في هيدا مع هيدا في هيدا دوك شجيني 7 fois 5 sur 4 fois 7

ريتو هنا ديما نرجعوا للاكل فورميل تاع الشطه تعمل انت اكتبهم الكل قدامك وابدا طبق اعطيهم اساميهم هذوما نتاع السنكاري هذوما نتاع الكومباريزون حطهم بالاسماء كيما مقسمينهم احنا في الكور وكل مره طبقهم اللي سي تلقى روحك طبقتهم كلها وشديتهم دونك هنا 5 × 3 هي 15 بلس 1 × 4 هو 4 سور 4 × 3 اللي هي 12 ونحسب دونك عندي 15 بلس 4 هو 19 سور 12 et هي voilà 19 12 نمشي توا للنومبر اللي من بعده اللي هو الدي الدي شنو فيه فيه 2 دو سور هذا ايجا اول حاجه نعملها شنو هي نشوف الدينوميناتور خاطر هو بيدو فيه توحيد مقامات نخليه بور لو مومون كيما هو 2 راسين دو نجي المقامات لهنا هذا في هذا معناها راسين دو هذا في هذا يعني موين 2 سور 2 هذا في هذا معناه سور 2 دو رسين 2 دو دو. اشوالا عندي لهنا ولتا عندي A سور B سور C قلنا كي نقسم على على كوشون كي ما هذا فيه رابطر نضرب في المقلوب دوك شواليلي 2 دو موين رسين 2 فوا الانفرش انتا هذا اللي هو 2 دو رسين 2 دو دو سور رسين 2 دو 2 دو Alors, le rythme de cest dire que K fois B sur C, hiya, K fois B l sur C. C'est-à-dire que ça donne 2 moins racine de 2 fois 2 racine de 2. Tout ça divisé par racine de 2 moins 2.

الأو شنو فيه هذا بالله قبل ما نرجع لل... نمشي هذا كان ما فقتش بحكاية لبوزي راك تنجم تخرج سيني موان هنا وتولي هذه تتكتب موان دو بلس راسين دو دو اللي هو هذا وتختزل وتبقى لك سيني موان برا به جي تول الأو كالكولي كيف كيف انا كي نشوفوا العدد هذا ريتو هناك يحط لك دي بوين بدا هو 1 موان 2 1 موان 3 بعدها شفما تولي 1 موان 5

باهي خلينا نشوفوه العدد هذا واش يعطينا الاول 2 سور 2 موان 1 سور 2 ما هو المقام المشترك سيء تولي تعمل 2 موان 1 اللي هي 1 سور 2 فوا هنا المقام المشترك هو 3 تعمل 3 موان 1 اللي هي 2 فوا وانت ماشي فوا 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 حتى توصل هذا هذا اش يجيك 29 موان 1 اللي هي 28 سور والديناميناتور هو 29 واخر واحده 30 موان 1 هي 29 سور 30 توا كي نغزر له لحدد باش نلاحظ حاجة ريتو هنا عندك دو تختزلو مع الدو هذا التروا هذا العدد اللي بعده كان حسبناه باش تلقى تروا كات اللي بعده باش تلقى كات باش نبقى نختزل للي نوصل اللي قبل هذا بيجيني 27 سات 8 28 نختزل هذي اللي بعده 29 نوف 29 هذا وهنا هذا في الاخر شبقالي هنا بقت لي وهنا بقت لي الاو لهنا إيجال On vient de trouver e égal 1 sur 30 et voilà donc pour l'exercice numéro 2. Asliem, l'exercice 3 donc, on a les puissances là comme on a dit, on fait x, y, z, t ou ou f, Il on des puissances. Je ne donc les règles la puissance. J pour le x La question bien sûr, je simplifiée. Je fais le x donc, là j'ai ان اللي هو 3 على بيسونس 5 الكلها اكسبوزون 6 على بيسونس 6 في 12 في الدينوميناتور عندي 3 بيسونس 9 في 9 بيسونس 10 هنا باش نطبق القواعد نتاع البيسونس باهي لهنا كيفاش نطبق قبل ما نبدا نطبق ديما نحاول اني إذا فما جو بو هذه نرجعهم دي برودوي كيما 12 كيما 9 نرجعهم معناها دي جو دي كومبوز اون برودوي فاكتور برومي باش اذا فما اي اختزال نجم نعملو بالنسبه ل 3 3 بيسونس 5 كلها ال 6 القاعده اش تقول لي هي 3 ال بيسونس كي عندي ا بيسونس ام كلها بيسونس ان هي ا بيسونس ام فوا ان ام فوا ان 5 فوا 6 هي 30 لهنا وانت تخدم في الاكسرسيس هذا اش تعمل اجبد لي فورميل تاع حطهم قدامك ما تكمل كان تلقى روحك حفظتهم بالباهي وما عادش تنساهم وتعرف تطبقهم نمشي نكمل هنا الدوز الدوز قلنا شنو نكتبو هو كات فوا الكات في حد ذاتها هي 2 او كاري فوا 3 دونك عملتنا هنا الدوز جو لا فاكتور برومي باش نجم ديما في التيب هذا يلزمني جو دي اون فاكتور برومي باش نجم نلقى expo 9 fois و... donc 9 هذا باش يكتب لي 3 au carré كلها puissance 10 سي هنا bas j'ai décomposé en produit de facteurs premiers l'عدد الكلهم باش نبدا نطبق في القواعد نتاع البويسونس 3 donc لهنا باش هو عندي 3 لهنا بويسونس 30 خليها كيف ما هي 2 او كاري بور لو مومون خليه و 3 خليها علاش خاطر باش نتلها بالديناميناتور اش في جيني فيه 3 بويسونس 9 فوا 3 او كاري بويسونس 20 اش تولي 2 بويسونس بويسونس تاع برودوي 2 فوا 10 20 دونك هنا عندي 3 بويسونس 20 ايغال دونك في النميراتور vous voyez اللي عندي هنا 3 وهنا 3 بويسونس 30 3 هذا راهو عبارة 3 puissance 1 دونك تجمع A puissance N في A puissance M هي A puissance N مع M دونك 31 فوا 2 أو كاري سور هنا كيف كيف باش نجمع 9 بلس 20 هي 29 دونك هذا بالنسبة للإتاب هذي دونك إيجال إيش مازال عندي A على بيسونس N sur A على بيسونس M هي A على بيسونس N n moins m donc moins 29 fois 2 au carré égale 3 31 moins 29 il 2 donc j'ai 3 au carré fois 2 au carré et il y a de tabac à A puissance n fois b puissance n et fi b puissance n manette à 3 fois 2 le coup la puissance 2 et il y a 6 au carré donc Qui simplifié il y a 6 au carré et il y a 36. هنا كي نرجع كي نجي نشوف ليكزيرسيس هذا شنو هما لي فورمول لي طبقتهم نجي نشوف طبقت ا بيسونس ان الكلها بيسونس ام هي ا بيسونس ان في ام هكا طبقتها لهنا ا بار اني رجعت برودوي دو فاكتور برومي باش نجم نلقى الاختزالات الممكنه دونك طبقت زيد شنو طبقت اخر طبقنا لهنا في البرودوي هذا ا بيسونس ان في كما لهنا مثلا في A بويسانس M هي تولي A بويسانس هنا نجمع كي تبدا بويسانس نضربهم في بعضهم كي A بويسانس N في A بويسانس M نجمع طبقنا زيدا A بويسانس N على A بويسانس M كما لهنا 3 بويسانس 31 على 3 بويسانس 29 هي A بويسانس N moins M فلا دونك كي تروح تحط لي فورمول تاعك وتبدا تجبد تشوف انهي اللي باش طبقها واللي باش تعطيك الريزطا الوغ دونك باش نتعدل الباج السويفان تشوفوا شنو عندنا الايغريك الايغريك هو النمبر هذا كيف كيف نفس السؤال سامبليفي اول حاجه قلنا اون ديكومبوز اون برودوي تاعكتور برومي طونك سي بوسيبل كي نجي نشوف 32 هذه نستعمل كالكولاتريس نتاعك ابقى اقسم سور 2 2 سور 2 حتى تلقاها هي 2 puissance 5 Sur 256, je te compte 2 puissance 8. Le col est puissance 4. Fois, on fait la même chose pour 64. 64 est 2 puissance 6. Ou 128 à 2 puissance 7. Le col est puissance moins 5. فما حاجه اخرى هنا حد لهنا سي بون فما اللي نجم يلاحظ انه 64 الكالكول راهو ديما عندك مرونه معنات نجم تخدم طريقه اخرى ريت 64 128 نجم سي تي رمارك كون 128 20... هي 64 في 2 سي الكل كلها ترجعها ان اللي هي هاي باش تطلع لهنا انت كي تنحي 2 بوسون 6 من هنا و 2 6 من هنا تبقى لك 1 سور 2 ايكال باهي باش نطبق هنا لي فورمول باش نبدا ا بيسونس ان سور ا بيسونس ام شتجيني 2 بيسونس 5 مو 8 باش نكتبها 5 موان 8 الكلها بيسونس 4 فوا جو فيه la même chose لهنا جيني 2 بيسونس 6 موان 7 الكلها بيسونس 5. 5 هي مو -3 بيسونس 4 فوا 6 moins 7 et y a moins 1, donc 2 puissance moins 1, il y a 1 demi, il y, y, y a 1 64, il y a 1 demi, puissance moins 5, égal à a, a puissance n puissance m, on le produit, donc j'ai 2 puissance moins 12 fois, ou j'ai moins 1 fois moins 5, j'ai 5. A, a puissance n fi A puissance m, j'ai 2 puissance moins 12 plus 5, moins 12 plus 5, il y a moins 7, donc le résultat là, -là ou 2 puissance moins 7, donc y interne égal. on a simplifié, donc il y a 2 puissance moins 7, bis les propriétés de la puissance linéaire. J tau le z, kiff kiff, je décompose en produit de facteur premier à le 45, je peux remarquer que le 45, il y a 9 fois 5, ou 9, ou 3 au carré fois 5. Donc j'ai le 45, pas 3 au carré fois 5, il coûte la puissance moins 4 fois 3 hadra, 3 puissance 9, divisé par le 15, le 15 est 3 fois 5, puissance moins 3. Donc, comme le calcul est égal. Donc, le 15 est égal. Alors, 3 au carré à la puissance moins 4. Puissance, donc, 3 au carré la puissance moins 4. Je produit 2 fois moins 4, il y a moins 8. فوق 5 بيسانس موان 4 هنا طبقنا حاجتين أ في بي قوت أن هي أ قوت أن في بي قوت أن وبعد الأ قوت أن فيها أ قوت أن قوت أم اللي هي 2 فوا موان 4 اللي هي موان 8 فوا 3 بيسانس 9 لوطا لهنا 3 بيسانس موان 3 فوا 5 بيسانس موان 3 توا نبدأ ننظف الخدمة نتاعي دونك في النوميراتور شنو باش نلقى لهنا عندي هذا 3 بيسانس موان 8 فوا 3 بيسانس 9 تجمع

Et il y a donc 3 puissance 4 fois 5 puissance moins 1. Je vais que 3 puissance 4 sur 5. Et voilà donc Z égale 3 puissance 4 sur 5. Et voilà donc le nombre Z. Et t maintenant, pardon, et T maintenant.

ديما كي تبدا القوه لهنا عدد زوجي ان بير السيني يتنحى يتنحد دونك ساتو كاري اساس شنكتبها نكتبها دو فوا دو كات فوا دو ويت فوا دو سيز انا عملها اربع مرات دونك دو بويسونس كا دو فوا دو كات فوا دو ويت فوا دو سيز ال 49 هي ساتو كاري اظن يلزمني نبدا نعرفهم لي كاري بارفي حكينا عليهم الموان دوز بويسونس تروا بما انه لهنا ريتو هذا موا والبيسونس هنا امبير دونك العدد هذا باش يبقى لي سالب دونك فما سيني موا باش نخرجو لبرا لهنا ونحط لهنا فوا 12 بيسونس 3 اللي هي 12 دو او كاري فوا 3 الكلها بيسونس 3 السيني موا اللي حطيته لهنا هذا هذا خرجته من هنا بوسك هنا البيسونس سي ان نومبر امبير دونك هذا باش يبقى لي سالب فما سيني موا خرجته لبرا دونك لهنا كاعي فسخت وانا السيني ها هو اللي موان هنا ايغال ريت موان موان دونك تحت منها الموان جمله باش نحيه دونك ما عادش عندي موان انشي لهنا دونك 3 او كاريه فوا 7 او كاريه او 7 او كاريه خليني نحيهم انت ونرتاح منهم فوا 2 بويسونس 4 2 او كاريه

4 في 3 هي 12 دونك لهنا لو نومبر تي ايغال 1 سور 12 فوالا دونك انا هذا سو نومبر لقيناه 1 سور 12 باستعمال دونك بيان سور لي بروبريتي نتاع الكالكول كنشوف لهنا ترا بعضنا شنو استعملنا فما افوا بي بويسونس ان استعملنا parmi الحاجات اللي استعملناهم افوا بي كلها قوت ان هنا باريكزومبل هي ا قوت ان في ب قوت ان <much> استعملنا أنه a قوت ان قوت ام كيما 2 او كاري بيسونس 3 a قوت ان قوت ام هي a pui... a بيسونس n فوا m خاطر 2 او كاري بيسونس 3 رجعناها السيس ها هي السيس هادي جت من 2 فوا 3 استعملنا زادا a بيسونس n سر A puissance M, il y a A puissance N moins M. Vous voyez donc, je vais vous faire les formules. Undabgohum. Je vais vous le E maintenant. Je vais vous faire simplifier. Je vais vous faire les produits qui les exemples. Je vais vous faire les formules. Je vais faire les différences. باهي ما عنديش الحق مثلا هنا ديسبيسونس اني نختزلو فما هذه من الاخطاء الشائعه عند التلامذه انه جي باغ اكزومبل هنا يلقى نفس العدد دي يختزلو ما عندك الحق في الاختزال كان كي تبدا كلها فوا كيما هنا عندي هذا في هذا في هذا على هذا في هذا في هذا كلهم فوا دونك جو بو هنا لا دونك خليني نظهر فاكتور كوما نجم نحط ديسبيسونس كات اون فاكتور كي نهز كات هنا ش تبقى كانت سته بشتلج دي بوسونسي سيز زعما هنا تري بيان او كاري خاطر دي 7^4 ف تجمع 4 plus 2 هي 6 ناقص 1 خاطر 12 دي 7^4 ف 1 تعطيك دي 7^4 اللي عندك لهنا باش نعمل نفس الحكايه في الدينوميناتور في الدينوميناتور شنو باش نلقى دي كيف كيف باش نحطها ان فاكتور تبقى لي هنا 10 خاطر 10^1 دي بوسونس 4 ف دي بوسونس هي دي moins 1 لهنا donc ما هوش ابليكاسيون كيما بقيلا ديريكت على البويسونس جوست رد بالي اني انا نجم نحط هذا اون فاكتور 10 بويسونس 4 حطيتو اون فاكتور اش بقاتلي دونك ال -E égal. ايغال قلت لي 10 كاري موانزا باش نحسبها 10 كاري هو قال لي 10 كاري هي 100 100 كي تنحي منها 1 باش تبقى لك 99 سور 10 هنا 1 هي 9

Très bien, Martin. Le même chose 2 puissance 4. C'est Martin. Donc, on a deux fois... لهنا عنده 2 فوا 2 5 خاطر هز دو بويسونس مرتين وهنا هز مرتين 2 هنا تو انت حر تنجم تكتب هذه 2 تولي كلها 6 كي تختزل كيما تحب دونك هنا ما قلنا عندنا مرونه في الكالكول المهم تخدم بالصحيح هنا مثلا باش نهز دو 6 خاطر هنا 2 On 1. la résistance de 2 puissance 1, on a puissance à de 2 puissance 5. On a, puissance n a puissance M, la différence de 2 puissance 6 moins 5, ou 6 moins 5 qui est 1, donc 2 puissance 1 niveau 2. Et à ce moment-là, l'expression rédicolaire n'est autre que 2. F égale à 2. Et voilà donc notre exercice numéro 3. À ce l'exercice 4, donc je les formules de la puissance. اكاريتو كل ما انت تستعمل لي نتاعك راك باش تشدهم اون فوا بور تو دونك ساعات نكثروا لي زابليكاسيون باش انت تنجم سي تتمكن من لي فورمول بالباهي هذاك علاش لي زابليكاسيون كي نكثروا منهم ويكونوا فاري التلميذ يخلط باش يسيطر على لي ويسيطر على الكالكول ويتهنى عليه اون فوا بور لهنا عندي ا بيسونس قاعده نكتب في الاكس بي كاري 3 هنا قال لي ا اي بي سون دو ريال اون دون اكس ايغال اكس ايغال اي ايغال سامبليفيي تو سامبلمون دونك عندي القواعد نتاعي ا في بي قوت ان هي ا قوت ان في بي قوت ان دونك تجيني ا بوسونس 3 او كاري احنا خدمنا اكزرسيس كيما هذا اما افيك دي ريال ماتنو عطاملي افيك دي زونتي ناتوريل فوا افيك دي هنا ا اي بي سون دو ريال باردون افيك دي ريال لهنا دونك قبل خدمناهم افيك دي ريال دوني دونك هنا فيك دريال كالكونك بي جوست لهنا في التيب هذا نتاع اكزرسيس باش نزيد نتمكن بالباهي من القواعد نتاعي نشدهم اون فوا بور توت فوا دونك هنا سعملت ا في بي قوت ان هي ا قوت ان في بي قوت ان نفس الشيء لهنا ا في بي قوت ان هي ا قوت ان في بي قوت ان دونك باش تجيني ا بيسونس موان دو بيسونس تروا فوا بي كاري بيسونس تروا ايقال تاوة a puissance n puissance m هي a puissance n فو m يعني انتي لهنا بش توالي 3 فو 2 هي 6 اريت هناك نعاودهم برشا مرات ساي معاش نغلط معاش نجي لهنا نكتبها 3 plus 2 نحط 5 لأ a puissance puissance هي نعم بردوي فو b puissance puissance نعم بردوي موين 2 فو 4 هي موين 8 فو Moins 2 fois 3, il y a A puissance moins 6, fois B, 5, bah c'est bien, il 6Z, puissance, puissance, nous le produit. Donc, il 6. Donc, A puissance 6 fois A puissance moins 6, A puissance moins 6, il y a 1 sur A6. A6 fois 1 sur A6. On a six. Ou dit fois B à la puissance moins 8 plus 6. Plus 6. a 6 à la 6, 1. 2, il y a 8 plus 2, il y a 2 exposant moins 2, et voilà, on a simplifié. Ça a l'air bien. Donc, il y a un résultat, ça a l'air X est b 2 exposant moins 2. On peut la remarquer. Je me dis que c'est A6 fois A-6. باش نحطها لهنا A6 fois A-6 تنجم راه احنا ما نكتبناها A6 fois 1 sur A6 وقت نجم تنجم زادة تطبق عليها ما قلنا فما مرونة في الكالكول تنجم تتصرف اما المهم تطبق لي فورم بالباهي نجم انا تطبقت لهنا A-6 هي 1 sur A6 نجم انتي تقولي لا انا نحب نطبق الفورمول AN في AM هي AN مع A M دونك 6-6 اللي هي A-0 وعدد non nul puissance 0 هو 1 égal 1 Et donc, les hôles, les on a simplifié, on a gagné un 1 et on retrouve le même résultat. Nous chouffons le y maintenant. Bene, le y nous dit, nous avons fait la question. Donc, nous avons tout trait de fraction T. nous avons dit AB carré, AB au carré, et le coup de la puissance 3 fois A carré, B4, le coup de la puissance moins 1 sur A 1B4, A 1B4 que la puissance 2 fois A carré B à la puissance 3. Donc, ce qui est le sens de faire de nous... dans les c'est que la machinalement. Donc, A3 carré ou puissance 3. Donc, notre 6 fois A au carré puissance moins 1. Nous Donc, A moins 2, B4 puissance moins 1, produit kiff kif. Moins 4, qui est le produit, il les puissances. A moins 1, puissance 2, donc tu as les A moins 2. B4, puissance 2, donc produit qui est 4 fois 2, tu as les B8. Fois A2, puissance 3, 2 fois 3, il y a 6. Et B3.

6-2 هي 4، أو b8 ب b3 هي b إلى القوة 11 نجمة. إذن هنا لحق كله نعرف وقتش اللي بقوة، وقتش نجمعهم، وقتش نضربهم في بعضهم، وقتش نعمل برودوي نجمعهم كتاب دا عندي an عادة نكتبها لهنا نجمعهم كتاب دا عندي an في am. هنا نجمع باش تجيني ا بيسونس ان مع ام نضربهم في بعضهم كي تبدا ا ان كلها قوت ام تجيني ا بيسونس ان فوا ام ونطرحهم من بعضهم كي تبدا عندي ا بيسونس ان سور ا بيسونس ام هنا نعمل ا بيسونس ان موان ام دونك نجي نكمل الكالكول نتاعي لهنا تو باش نطبق الاخرانيه هذه الثالثه ا سور ا كات باش تجيني نطرح دونك ا موان كات هي موان تروا فوا

عسلامة في الاكزرسيس 5 دونك باش نخدمه على لي راسين كاري لي راسين كاري عرفناهم عرفنا لي بروبريتي اللي عليهم البروبريتي اللي باش نستعملوها لهنا في الاكزرسيس هذا هي راسين كاري دو ا فوا بي عرفناها ريال بوزيتيف هي راسين دو أ فوا راسين دو بي هذه باش نسحقوها بالنسبة للإكزرسيس هذا ولي كاري بارفي حكينا عليهم لي كاري بارفي لدينا راسين دو كاتي هي 2 دونك الكاتي تان كاري بارفي راسين دو 9 قال 3 دونك كاري بارفي راسين دو كاتي هي ويت دونك كاري بارفي في لي من نوع هاذوما ديما يلزمنا نظهر ها لي كاري بارفي هاذوما باش نجمو نعملو لي تاعنا نبدو دونك بالأ Fil H nous racine carrée de 72 moins 3 racine carrée de 75 plus racine carrée de 98 plus 5 racine carrée de 27. Donc, l'héné, simplifier simplifié l'écriture. Pour ceci, donc, il s'y mni koul كل عدد اللي عطاهم يهدوما, 72 75 98 27 نحاول نكتبها لو برودوي دان كاري بارفي اي دان كاري بارفي علاش باش نجم مثلا كي تظهر لي 64 64 راسي نتاعها يولي لي 8 نجي ل 72 باغ 72 نجم نكتبو 36 فوا 2 علاش اخترت الترونتسيس لهنا؟ خاطر الترونتسيس هو إلي دي بار تروا زيد راه تنجم تكتبو تروا فوا ان لكن ماهمش الزوز ماهمش كاري بارفي، تختار واحد منهم يكون كاري بارفي، باش بعد راسين دو ترونتسيس، لهنا وين راسين ترونتسيس، ألو راه هاي لهنا، دونك تو بي لا رومبلاسي نعملو نفس الشيء لل 75. موان 3 وهذو ما راك تولي تعرفهم وتتعود ومتع... عليهم بالخدمه تولي ملي تشوفها ديريكت تقول اه 75 هي نكتبها 25 فوا 3 تولي وحدك ملي تشوف العمليه تعرفها شنو باش تستعمل نكمل ال 98 دونك بلس راسين كاري 2 ال 98 نجم نكتبه 49 فوا 2 خاطر هما ارقام باش يتعاودوا ان فاست خدمت عليهم مرتين ثلاثه سي هما نفسهم باش يعاودوا يعرضوك تولي تعرف كيفاش تعملهم ال27 هي 9 و 3 ان فاست عملت لي كاري بارفي نتاعي سي بون توا باش نستعمل القاعده هذه راسين دو اف و بي هي راسين دو اف و راسين دو بي نجي باش تجيني راسين دو 36 فوا راسين دو 2 موان 3 فوا راسين دو 25 فوا راسين دو 3 Plus 49 fois 2, il y racine de 49 fois racine carrée de 2. Plus 5, racine de 9 fois racine carrée de 3. Égal. Fait étape avancée, je vais faire le calcul. Je vais faire calcul direct. Racine de 36, c'est racine de 36. Racine de 36 est racine de 2. Plus. Racine de 25, et à 5, donc je 3 fois 5 racine carrée de 3 plus racine de 49 fois 7. Là, je vais utiliser le carré parfait, car j'ai racine de 49 fois 7, racine 64 8, 8, donc des entiers naturels, et je vais faire une simplification dans les calculs. Donc, fois racine carrée de 2 plus... راسين دونا في 3 دونك 5 فوا 3 راسين كاري دو 3 برك وين نكتب رد بالي ما نعملش اخطاء في الكالكول دونك هنا عندي 6 راسين كاري دو 2 بلس 3 فوا 5 هي 15 هنا كان تلاحظوا قاعده نمشي معاكم ايتاب بار ايتاب باش الناس كلها تنجم تفهم اللي فاهم ينجم راهو فما دي زيتاب كيما انا لهنا حتى 3 فوا 5 وديريكت يحط 15 بالنسبه للتلميذ مازال دوبا يفهم donc خلينا نمشوا اتابا لتاب وبعد رانا نسوا كل اللي شاء الله نفس مستوى الفهم دونك 7 راسين كار 2 plus 15 راسين كار 3 دونك لهنا نرجع نثبت في الكالكول نتاعي دونك هنا ريتو الموا هذا موا موا انا لهنا جيت بدلتو بلوس لو هذا شنو هو سي اون سموهم الاخطاء هذو ما يصيرو زلنا ديما ردوا بال بالنا منهم كيفاش نرد بالي منهم وانا نخدم مثال كل نرجع نعمل طلع على ليكزرسيس نتاعي شنو فيه دونك لهنا فما موا وهذيا كيف كيف موا توا نكمل الخدمه نتاعي ايغال فما هنا Et 6 racines carrées de 2 plus 7 racines carrées de 2. Et li hiya, 6 plus 7, ça fait 13. Donc, le résultat, là, hana, hua, 13 racines carrées de 2. Et voilà, donc, on a trouvé, pour ben, l'A, on a trouvé que a est égal à 13 racines carrées de 2. Voilà, donc, le calcul On ben, passe maintenant au B. شوفوه البي مع بعضنا البي قالور اللي هو راسين دو 320 موار راسين دو 125 بلس راسين دو 180 سو راسين دو 80 بلس راسين دو 20 يحبني نعمل سامبليفيكاسيون الحل الوحيد بالنسبه لي لهنا اني نستعمل ليكاري بارفي ونستعمل الفورمولا راسين دو ا فوا بي هي راسين دو ا فوا راسين دو بي باش تنجم تصير لي الاختزالات الممكنه دونك نجي لهنا رصيد 320 لهنا 320 لازم نشوف شنو نجم نكتبها 320 نجم نكتبوه 64 × 5 هنا الحكايه كلها تحط لي كاري بارفي متاعك بحذاك وتحط الكالكولاتريس وتبدا تحسب كي نجي نشوف لي كاري بارفي مثلا 3 تقسم على 3 تقسم على 4 تقسم على 16 على 25 وانت ماشي حتى توصل لاكبر كاري بارفي ممكن عندك نجم تقسم عليه العدد وهذيك اول تاخذه موان الصون 25 دونك اني فما 25 وبعد راهو قلنا انت تلما تخدم عليهم تولي ملي تشوفها تعرف تفهم شنو باش تعمل لها ما كيدك بلس راسين 280 180, 180 نجمو نكتبو 36 فوا 5 سور دونك لهنا جوست نطولو هذا شويه الوغ سور راسين دو 80 ال 80 شنو نجمو نكتبو هو 16 فوا 5 Plus racine de 20, racine de 20, il y a 4 fois 5. Retournez rapidement les carrés parfaits. le 4, 4, 3 au carré 9, le 25, 36, 49. بعد 49 في 8 كاري 64 أنسي دو سويت جي انتي ل 320 تقسم بار 4 بار 9 بار 25 بار 36 هنا انا وصلت تقسم بار 64 لقيتها ديفزي بار 64 بعد 64 لا دونك وقفت غادي في 64 تعمل نفس الشيء للأخرين 60, 125 تقسم على 4 9 25 قسمت على 25 لقيتها 5 سي بون bon. تتعدل اللي بعدها باهي شوش باش نربح لهنا وقت عملنا دونك هذوما رجعناهم برودوي نتاع ان كاري بارفيو ا نوت نمبر إيجال دو 64 فهمنا فيها هي 8 توا هنا قاعده نطبق فيها راسين دو 4 راسين دو 5 راسين 64 هي 8 توا لهنا راسين دو 25 ف 5 راسين دو 25 ف 5 تبقى لي راسين دو 5 بلس راسين دو 36 هو 6 ف راسين كاري دو 5 سور سور لهنا راسين دو 16 16 هو 4 فوا راسين كاري 5 بلس 4 هي هنا راسين 4 فوا 5 معناها راسين 4 اللي هو 2 فوا راسين كاري 5 ايغال توا لهنا تلاحظوا اللي فما راسين 5 يتعود لي باش نجمع شو نلقى هنا عندي 8 ريتها راسين 5 راسين 5 راسين 5 اجمع لي كوفيسيون هذوما وتبقى الراسين 5 بيان سور هنا عندي 8 5 هي 3 3 6 هي 9 so, le numérateur, femme 9, racine carré de 5. le dénominateur, femme 4 ou 2, racines de 5. Donc, le col femme 6, racine carré de 5. Racine de 5, mon joue en haut et en bas, je peux la simplifier. Tapra les 9 sur 6, je peux la simplifier par 3. Tapra les 3 sur 2. Et voilà, donc le B, BHD de toute cette expression. Ou le b égale tout simplement 3 sur 2 l'obéni simplifié et voilà donc on a simplifié le B et on a terminé avec l'exercice numéro 5